شوف بسم الله، كما سولني الأخ قال لي أنتم معارضين للغاز الصخري، أنتم معارضين للغاز الصخري، هل لكم دليل أو ليس لكم دليل؟ عرضنا الغاز الصخري 2015 ووقفته الدولة أو تم تجميده من طرف المجلس الأعلى لأمن الدولة واللي يتمثل في رئيس الجمهورية ونائب وزير الدفاع. الشيء اللي محيرنا الآن، لماذا يثار الغاز الصخري الآن ونحن لسنا في حاجة إليه؟ لأن بلادنا كثيرة الثروات مثل الذهب والزنك والرصاص وإلى آخره والفلاحة، والخريطة الجغرافية الحمد لله تمثل زوز ملاين و300 كيلومتر مربع. إذا دخلنا بعض الأسئلة تطرحها بعض الخواء من أهل الفقه ويقولوا أن المعارضة تعتبر في باب الفتنة، تعتبر من الفتنة. الشيء اللي علمونا فيه فقهاء الدين فيما سبق أن الخروج عن الحاكم يعتبر فتنة لأن مضره أكثر من نفعه، والرسول والسنة المحمدية والكتاب محذرنا من ذلك. أما المعارضة فيما يخص معارضة مثل قانون المالية أو الغاز الصخري، إذا كان يتبع ناس نزهاء ويفهمون السياسة، هنا تعتبر نصيحة للحاكم لا معارضة للحاكم، لأن معارضة الحاكم هو أن تخرج الناس على الحاكم لطلب كما يقولون كرسيه، كما قال الرسول لا تنازع الحاكم في سلطانه أو لا تنازع عن السلطان في مكانه، والله أعلم بالحديث فيما معناه. نحن هنا نعارض الغاز الصخري كمشروع، لا نعارض النظام أو السلطة، يهمنا بلادنا أن تبقى بخير وفي كل خير، هذا من الناحية الدينية. أما من الناحية السياسية الاقتصادية في الغاز الصخري، الغاز الصخري لسنا احنا العامة اللي نقوله، بل أهل الاختصاص يقولون أن البير في الغاز الصخري يكلف، يستهلك 25 مليون دولار، والغاز الطبيعي 8 مليون دولار، ونحن بلادنا تملك أحواض لم تستغل إلى الآن ولم يتم فيها التنقيب إلى الآن، وأحواض مكتشفة. هذه هي حسب ما تصدره الجرائد اليومية على لسان صنع أتراك. فإذا ما دام موجود الغاز والبترول والنفط والمعادن الكثيرة، الشعب الجزائري والدولة الجزائرية ليست في حاجة إلى الغاز الصخري. الغاز الصخري إذا بديناه ضرق 25 مليون دولار للبير، يعني الحوض فيه 1000، رايحين ندخلوا نخرجوا 25 مليار دولار أو أكثر فيما كما يقولون. ما دام الخزينة يقولوا فارقة ونحن في حاجة، لماذا يروحوا لنا المشروع غالي التكلفة؟ غالي التكلفة باهظ الإنتاج. من ناحية سياسية، ما دام الغاز الصخري فيه مشكلة ويقولوا أن كما قال السيد رئيس الوزراء أن الغاز الصخري أنهض المحرضين السياسيين، ما دام بلادنا الحمد لله الجزائر فيها الخيرات وفيها المعادن وفيها الغاز الطبيعي والبترول، ما دام ينوض المحرضين السياسيين ونحن في فتن، يا خويا اتركنا من هذا المشروع وما ندخلوش في فتنة. أما أنك تديروا واللي عارضوه تقول محرضين، لا يا أخوي أنا أترك هذا المشروع وانتهينا من الفتنة وحافظنا على الاستقرار سواء في الجنوب أو في الشمال. هذه النقطة. النقطة الثانية، رئيس الوزراء السابق سلال قال لدينا ما استقليناه من البترول والغاز الطبيعي ما يكفينا إلى سنة 2038. ذلك ما دام يكفينا 2038 في 2015 ما استغل، الآن راه استغل أكثر، نقوله 2045 ولا 2050. نترك هذا المشروع ما يسمى بالغاز الصخري، ما دام فيه واحد في الألف ضرر، ما دام فيه واحد في الألف ضرر نتركوه ونحبسوا الفتنة، وما تكون لا محرضين سياسيين لهم يحزنون لا تندس تحت ناس. لكن المشكل الواقع، لماذا السؤال يبقى مطروح؟ لماذا الغاز الصخري الآن بالضبط؟ هذا السؤال تجاوب عليه السلطة. الشعب الجزائري كله
ونحن سكان الجنوب نرفض الغاز الصخري. لماذا؟ لأن غدا لو كان تكون مشكل بعد 10 سنين أو 20 سنة في المياه، نحن خسرنا ثرواتنا. إن شاء الله بعد 2025 تقال الخبراء العالميين أن الدولة التي التي تكفي غذاها هي دولة لها سلاح الردع. ليست بعد 2030 إن شاء الله تكون اللي يملك الغذاء نتاعه والماء هو اللي عنده ما يسمى الآن بالقنبلة النووية. والسلام.